time, we are talking. Good morning, teacher. We are talking about chemical change of matter. And I make to you a worksheet. عملت لكم ورقة عمل. Okay. تعمل summarize تلخيص لهذا اللي احنا بدنا نحكي فيه. So we want to read our worksheet. قصي, I listen to you say صباح الخير. So can you, قصي, read the word in the box? Keep physical change, قصي. نعم, Miss teacher. Look at the screen and read the word here. Physical change. أحكي لك إيش معناتها؟ أيوة, أوكي, مش مشكلة. أحكي لي معناها, تعرف؟ لا. Read معناته اقرأ. تغير فيزيائي. تغير فيزيائي, excellent. Chemical reaction. تفاعل كيميائي. تفاعل كيميائي. Excellent. Reversible. بيقدر يرجع, راجع. شو يعني reversible؟ راجع. Chemical change. تغير. تغير كيميائي. كيميائي. عثمان. Irreversible. غير قادر للرجوع. غير قادر للرجوع. غير للرجوع. This is worksheet for our lesson. For our lesson. Which is our lesson? What is the name of our lesson? Chemical and chemical change. Chemical changes. Lesson 3, unit 3, chemical changes. اللي هي التفاعلات, التغيرات الكيميائية. طيب, مين متذكر من حصة المرة الماضية يقول لي شو الفرق بين الكيميكال تشينج والفيزيكال تشينج بالعربي؟ مس. مش عادي انا؟ احكي لي. مس فيزيكال تشينج ا تشينج ان ويتش اون نو نو سبستنس سبستنس ار فروم ات از كلاس كاد فيزيكال تشينج معناته التغير الفيزيائي هو التغير اللي ما بينتج منه تغير إنتاج مادة جديدة. الفيزيكال تشينج. مش عادي أعطيكي تعريف تشينج. دقيقة بس, هلا بسألك. التغير الفيزيائي هو التغير اللي ما بينتج منه تكون مواد جديدة. ماشي. الفيزيكال تشينج اللي هو هلا حكينا عنه, ما بكون مواد جديدة, ريفيرسبل. بنقدر نعيده. اكزامبل على هذا الموضوع, مثال على هذا الموضوع, مين يعطيني مثال؟ ابو بكر, بتعرف مثال على الفيزيكال When I put water in the freezer, ابو بكر, when I put water in the freezer, it change, the water change. الايس كريم تيتشر. ايش بتصير؟ الايس كريم تيتشر. بتصير ايس. And ice can reversible. نقدر نرجع الice to water. معناه water. Water to ice and ice to water is physical change. يلا أمير, what is the chemical change? Chemical change, أمير. Chemical change. Yeah. Chemical change is also called. No. What is the definition? شو تعريفه يا مثل chemical change بالعربي؟ هو التغير اللي مننتج منه ماده نيو سبستنس. مش عادي انا اعرف لك تشينج. يا امير, بس هو الذي ينتج عنه ماده جديده. برافو. الكيميكال تشينج نيو سبستنس, شايفينها نيو سبستنس از فورمد. الفيزيكال تشينج نو نيو سبستنس ار فورمد, ما بتغير. يعني الفيزيكال تشينج لما المي تصير ثلج, والكيميكال تشينج لما الطحين يصير خبز. هيك احفظوها. اوكي, مش عايز احكي التعريف الكيميكال تشينج. Also called chemical reaction, كمان بنسميه chemical reaction. والكيميكال تشينج irreversible, ما بنقدر نرجع الخبز للطحين, ما بنقدر. Irreversible. اوكي, هي لهون
تلخيص دايت اليونت. Now we have how can we know that the chemical change occurred. كيف بنعرف انه صار عندنا تغير كيميائي؟ مين يحكي in English؟ مش انه بيعطينا لايت و نور اب لايت another thing color change in color bravo the first point change in color give gas gas give off a light معناته ثلاث شغلات اول واحدة change in color giving off a gas هذا لانه راح يكون عليك واجب لليوم okay giving off a gas giving off a light والرابعة يا مس ايش هي change in odor بتتغير الريحة change in odor تغير في الرائحة okay teacher yes أمير هذه أيديهم اللي هسه حكيتيهم miss open your book and you will find them راح تلاقيهم بالكتاب أول واحدة change in color change in color بعدين change in odor تغير الريحة و getting off a gas و getting off a light موجودات بالكتاب now classify the following chemical changes by writing useful تغير مفيد or harmful تغير ضار and we have baking bread and this picture this is your homework for tomorrow ما عندنا homework English بس عندنا homework science اليوم بده ينبعث الهومورك اوكي اوكي تيتشر ليك اور اوشن اور سي اور ريفر بيكون في عندنا هدول كم ذا هيت اللي هي سن شو بتعمل السن بتبخر المياه اوكي ميك ايفابوريشن ايفابوريشن واتس ذا مينينج اوف ايفابوريشن تبخر yes ta no arabic ta ba ikh khor make evaporation for the water and make this is what we called it cloud اللي هي الغيوم صباح النور cloud and form clouds and form clouds a cloud okay so the sun evaporate water from ocean lake sea and river and form clouds بتعمل غيوم this water consideration what's the meaning of consideration تكاثف consideration تكاثف طف لما مس تتكاثف المي ايش بتعمل شو بتكون formed what formed the cloud cloud غيوم consideration تتكاثف وبتكون الغيوم طيب الغيوم ايش بتعطينا لما تشتي ايش بتعطينا rain بتعطينا rain اللي هي الامطار تعطينا rain نشكرت انا وحشي precipitation precipitation ترسب عشان تكون مره ثانيه ترد وتعمل لنا بحر this is the water cycle نرجع نعيدها مره ثانيه اول شيء we have water in the ocean seas بيكون في عندنا مي موجوده في البحار والمحيطات تيجي الشمس تعمل لإلها evaporation this water evaporation then consideration تتكاثف to form rain to form clouds تعمل غيوم this clouds give us rain بتمطر precipitation تترسب and make ocean مرة تانية برد برجع عنا البحر والمحيط مرة تانية and this is the water cycle Yes, teacher. أشرح لك إياه بالإنجليزي؟ Yes. ولا شيء. يلا, I'm waiting for you. ولا شرح اللي تحت يا مس. Okay.
Now we want to talk about water. Water is always moved دائما from the earth, الأرض, into the air and back to the earth again through the water cycle. كيف المي بتطلع للسماء وتنزل through the water cycle. Water is always move from the earth, بتمشي من الأرض into the air بواسطة الهواء and back بترجع to the earth again through a water cycle. هذا هو سبب اللي طلعت المي ورجعتها اللي هي water cycle. Okay, water evaporates تتبخر from ocean, lakes and river. We say this point. Water evaporates دائما المي تتبخر from ocean, lakes and river. The warmer the air, the faster the water enters the air as water vapor. يعني الهواء لما يصير دافي الواتر بتصير بخار. Water vapor, بخار الماء, condenses, يتكاثف high in the air. As the water vapor condenses, clouds are formed. لما بخار الماء يتكاثف تتكون عندنا something called clouds. What's the meaning of clouds يا خامس؟ It's غيوم. برافو. غيوم. Excellent. When لما بخار الماء يتكاثف ايش بيكون عندي؟ غيوم. Okay. Water drops fall from the clouds as rain. كيف بنزل الماء من الغيوم؟ عن طريق الرين الأمطار. عن طريق الرين. Temperature لما تكون درجة الحرارة واطية إيش المطر بنزل؟ The water falls as snow. As snow. Excellent. بنزل بس لما تكون درجة الحرارة كتير واطية بنزل عنا تلج. As water reaches the ground لما يوصل الأرض some of it sinks in, soaks in, يمتصها يعني تنصرف. Most of the water runs into lake, river, ocean and whole circle start again. يعني الماء لما تنزل على الأرض بترجع بتنزل بهالمحيطات والبحيرات وبترد تلف دورة المياه الأول وجديد. إيش بتصير؟ بترد عادة الشمس بتبخرها وبتطلع الغيوم وبترد بتشتي يعني وهكذا. وبترد بتنزل. Excellent. Okay. في أي سؤال؟ Is there any question until here? No, teacher. It's easy. Yes, it's easy.